صحيح. ويعني عايزين نستعرض مع حضراتكم ابرز تصريحات المستشار مرتضى منصور اللي لسه يعني خارجه من دقائق فيديو على صفحته على اليوتيوب. يوم الخميس سوف اكشف مدار بيني وبين وزير الرياضه في الاجتماع بيننا بشان الازمات التي نتعرض لها. يوم الخميس نتعرض لها بشكل متعمد. اوكي. في مباراة السوبر شيكابالا تعرض للسباب بدون سبب من بعض الجماهير المنتسبة للأهلي زورا، ورغم ذلك وجهنا التهنئة للفريق الفائز. هذا كان محور الحديث بيني وبين وزير الرياضة، وأيضا بعض الأزمات الأخرى المتسبب فيها ممدوح عباس ومحمود الخطيب. نادي الزمالك في أزمة كبيرة لأن هناك شخص يريد مضايقة ملايين من جمهور الزمالك. مجلس إدارة الزمالك يرفض بشكل قاطع أن الشركة الرعاية تعطينا 30 مليون جنيه في السنة، يخصم منهم 20% للشركة الرعاية و 12% ضريبة قيمة مضافة و 5% للنقابات الرياضية. يعني يتخصم منها حوالي 35%، بينما تعطي الأهلي أكثر من مليار جنيه رغم أن الزمالك بطل الدوري موسمين وبطل الكاس، وهذا يدل أنه لا يوجد عدالة. أنا جماعة عندي رأي في موضوع الرعاية ده، عشان بس إيه برضو لازم نتكلم نفرق ما بين توزيع البث والرعاية. توزيع البث لازم يتم إعادة توزيع البث. توزيع البث ظالم بكل المقاييس، إنما الرعاية ده عرض وطلب، ده سوق النهاردة. فلازم النهاردة انت دايما كنادي الزمالك ان انت ما تخش، يبقى عندك بلان بي، يبقى عندك بديل. يبقى انت النهارده انا عندي اكتر من شركه داخله وانا بختار العرض الانسب ليا، صح ولا لا يا كابتن؟ طبعا اختار العرض الانسب ليا، ما بقاش حطش نفسي تحت رحمه حد بكل بساطه. عادي، ده عرض وطلب، الناس عرضت كذا، لازم انا احاول ان انا اشتغل في الماركت واشتغل في السوق، ان انا احاول اجيب ان انا احاول اجيب عرض افضل. وما اعرفش انت رايك كيف موضوع ازمه الاستاذ ممدوح عباس والمستشار مرتضى منصور وموضوع الفلوس والمديونيات وكل حاجه. واحنا قلنا موضوع كواليس اللي حصل، كواليس اللي بيقولها المستشار مرتضى منصور دي، انا قلتها في بدايه الحلقه اللي حصل. انت رايك الموضوع ده اتحل ازاي يا كابتن احمد؟ انا رايي يعني لو الاستاذ ممدوح عباس ليه فلوس او ليه حاجه حقيقيه يعني تبقى فيها جدوله من نادي الزمالك او المستشار مرتضى منصور بمواعيد وتواريخ على حسب خلاص جبت لعيبتك بشكل اكتفائك الذاتي من نادي الزمالك كامل، مرتبات عمال ومرتبات لعيبه ومرتبات اجهزه، بعد كده بتجدول بقى الفلوس اللي بتفضل على 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 السنه او على السنه على حسب المبلغ اللي ليه يعني. لكن انا في نقطه بقى معينه، سيبك بقى من هو ياخد فلوس او لا، انت محب نادي الزمالك، كنت موجود رئيس نادي الزمالك، كنت اتمنى ان لا وشال الحجز لما كابتن حسين لبيب جه تمام يعني شكل حجز على الارصده، فدي برضو مشكله. انت بتحب نادي الزمالك ولا ما بتحبش نادي الزمالك؟ بتعمل ده لخدمه نادي الزمالك؟ طب في ناس عمال ما بتاخدش فلوس، عمال مفتوح بيوتها من بارقام صغيره جدا ان نادي الزمالك يدفع فلوس لعيبه دلوقتي ومرتبات بتاع الاجهزه الفنيه، والفلوس طبعا بتاعت لعيبه ارقام كبيره جدا واللي العمال تاخد فلوسها في الفتره دي، فانا بحيي مجلس الاداره عليها. لكن اتمنى ان يكون في حل للموضوع ده، لان الموضوع ده هيفضل فيه مشاكل كبيره جدا بقاله سنين. يعني لازم يكون في حل، لازم يكون في وزير رياضه يبقى مع الاستاذ مرتضى مع الاستاذ ممدوح عباس، لان الموضوع بقى شكله وحش جدا يعني. اتمنى ان الزمالك هو اللي بيتضرر، ونادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك اللي بتتضرر رقم واحد. لكن ان انت قادر تقف على رجلك وقادر تبقى موجود وقادر تكمل وقادر تاخد دوري وتاخد كاس سنتين ورا بعض، لا ده حاجه كبيره جدا يعني. صحيح. النهارده عيد ميلاد اسطوره مصر واسطوره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وواحد من افضل من لمسوا الكره في مصر عبر التاريخ بشهاده كل من عاصروه سواء كانوا لاعبين او مدربين او حتى من الجماهير. كابتن محمود الخطيب كل سنه وانت طيب.